بفقرة الأزياء لليوم رح نحكي عن ألوان كتيرة بتتصدر كل سنة بالشتوية، وفي لون أغلب الصبايا ما بتخلى خزانتهم منه يلي هو تدرجات ألوان النيود، على اعتبارها بتتناسب مع مختلف الألوان. تماماً، لحتى نكون عم نحكي بلغة عربية أكثر، هني الألوان اللي بتجي حيادية شوي، مايلة للباستيل شوي، مايلة ل أنا عم بحكي عربي على أساس وعم أقول باستيل. في مصطلحات بالموضة ما فيك تستخدمي إلا لغة أجنبية فيها. على كل حال، هلأ بالشرح من الضيفة بتعرفوا شو عم نقصد. يمكن البعض من الصبايا بيختاروا هالألوان النيود بإطلالة غير صحيحة، لهيك ضيفتنا مصممة الأزياء الموجودة معنا لليوم منار الخطيب صارت موجودة لحتى تعطينا الخطوط العريضة والنصائح لكيف ممكن كل صبية تلبس لون النيود وتعمل طلة كتير حلوة. صباح الخير. صباح النور. يسعد صباحك. أهلا وسهلا فيكي معنا لليوم منار. خلينا بالبداية نحكي شو هي ألوان النيود بعدين نفوت بتفاصيلها. هلا ألوان النيود اللي هي ألوان البيج، مقصود فيه النيود هو اللون البيج ودرجاته، فينا نقول تقريبا من درجة البياض اللي صاير على اللون الألماسي هيك ليتدرج لدرجة البيج. البيج عنا البيج الترابي تقريبا، الفاتح هي المقصود فيها الفواتح من درجات البيج لدرجة فينا نقول البيج اللي مايل على صفار، يعني المصفر شوي فينا. فهي الدرجات الموضة لهالسنة اللي هي بتنضرب مع ألوان هذا اللون تحديدا، كل شيء ألوان فينا نقول ترابية فينا نفتح منها اللي هي مثلا الأسود الجردوني هيك لتوصلي للون تقريبا تحطي له بياض بصير للرمادي، الرمادي اللي كتير فاتح. فعندك هي الدرجات الفاتحة فيكي تضربيها بألوان اللي هي ألوان الأحمر الأصفر الأخضر، فيكي تستعمليها ضمن إطار واسع وتنخلط مع ألوان تانية. تماماً. بيقولوا الصبايا وبعض الشباب اللي بيحبوا يلبسوا هالألوان إنه هاي الألوان سهلة، هاي الألوان سيف سايد، حيادية، ما بتعجق كتير. صح أو غلط؟ شو الأخطاء المرتكبة بارتدائها؟ مزبوط، هذا الكلام كتير صح. حتى هي بالنسبة للألوان الثانية فينا نقول كل شيء ألوان مثلاً الكحلي والبيج درجات الفواتح فينا نقول منها اللي نحنا منفتحها لتطلع ضاوي ومن بيناتها درجة هي. هلأ هي أكتريتها نحنا منفضلة تكون لابسة تيشيرت، وهو بحكم إنه اللي دارج بتيار الموضة الأشياء الفضفاضة أكتر اللي هي الجاي ستريت أكتر البيج كتير دارج، إن كان على التريكويات إن كان على الدبل فليس القطنيات حتى على الاجواخ. اذا بنشوف هلا كان قطعه فوقانيه كثير سهل انك تلبسها، بس على قطعه بنطلون او تنوره او شورت مثلا لا بيظهر. اذا في البنت عندها مشاكل اجباري بده يظهر له، فنحن دائما بنفضل القطعه الفوقانيه مع البانتو او الجاكيت يكون هيدا اللون. حتى كمان هو كثير بحكم هو درجه فاتحه فينا نقول كمان نستعمله مع اللون الابيض. اللونين كثير حلوين على بعض بس ما بيكون كثير قراب من بعضهم، يعني ابيض ونيود، ابيض وباستيل. درجه البياض انت بتاخذ درجه النيود البيج تبعه، تمام؟ اذا كان بيج مصفر او بيج شوي على ترابي هو اللي بيعطي جماليه. وعلى فكره اوقات ممكن اللونين درجتين يكونوا مع البياض نفسه حتى بتيار القماش بالتصنيع. اوقات هلا كثير هلا بتلاقي فساتين سهره الأرضية بيضة فينا نقول حتى كمان بيدخل هاي الدرجة من درجات الذهبي الفاتح. تمام؟ وقت أنت بتنزله بالشك بيعطي كتير طريقة وكتير بيعكس بطريقة كتير حلوة ورائعة. تمام. يعني بيعطي طلة ملوكية فيك تقول. وهون أغلب الصبايا لازم ينتبهوا لهذا الموضوع مثل ما قلتي بارتدائه، إذا كان بيلبق لنا أو لا، إذا كنا لابسين من فوق أو لابسينه من فوق وتحت، بهذا الموضوع لازم ننتبه له. وعم نشوفه كتير دارج بهذا الوقت الشيء الصوف نوعا ما، الفضفاض اللي هو لون واحد إن كان للبنطلون أو حتى للتيشيرت، كيف لازم نلبقهم ونلبسهم مع بعض بحسب شكل جسم الصبية؟ هلا نحن عم نحكي كقطع، يعني نحن عم نحكي كقصات كيف اذا حابه البسهم لون واحد. تمام. كمان هلا على فكره هلا كل شيء دارج، ما بنحكي على اللون النيود، رح نحكي بالعموم كل الالوان دارجه. الاحمر قد ايه فينا نقول لونه
كثير قوي. وقت انت بدك تلبسيه على قطعه كامله عم نكسره بشيء معين. تماما. هلا مثل السنتور فرضا، هلا كمان درجات البيج يعني ما فينا نحدد انه بس لنيود، درجه الالوان اذا كانت كثير قويه وضاربه اجباري بدك تكسريه بالشوز باللون وبدك تكسريه باللون. فنحن مشان ما نعم نحدد او نخصص بس هاللون، لانه هو بيجي على مجمل الالوان، فينا نعتبر انه كل الالوان اذا كانت ست كامل يعني ستايل واحد من فوق لتحت لابسينه واحد، فاجباري بدك تكسري كان بالاكسسواريز ان كان بالسنتور ان كان بالشوز. تمام. فيكي تنسقي بين يعني التحتاني يعني الشيء اللي لابستيه باجرك او مثلا فوق، بده يكون في تناسق بين الثلاث اقسام بالجسم، فينا نقول من فوق من عند الاكسسواري حتى الحلق حتى الطوق، اذا ما حطينا كسرناه بهذا بالطوق يكون مثلا او هذا يكون الحزام يكون تقريبا متناسق بثلاث اقسام، فبده يطلع اللون شوي عاكس بطريقه عاطي اوفر. تمام. ما عاطي هي تطلع هي انه في تناسق باللون. تماما تماما. طيب في هون سؤال، قديش ممكن يكون لون البشره بيلعب دور مع النيود كلر؟ قديش ممكن مثلا الصبيه اللي بشرتها كثير بيضاء تلبس مثلا ازرق كثير فاهي؟ كانه عم يحكي علينا انا وياك منور تماما. عم يلطش علينا. هلا الميك اب بيلعب كثير دور كمان صح؟ اكيد. بس قديش ممكن مثلا يا اختي الصبيه السمراء كثير او اللي بشرتها سوداء تلبس الوان النيود؟ على فكره رح اعطيك معلومه، اوقات اللون الابيض قدينه هو لون كثير قوي وناصع. تمام. في بنات بيض بيلبق لها وفي بنات سمر ما بيلبق. ما لها علاقه لاحه الوجه، هي تقاسيم الوجه الجسم. طبعا مو كل الاجسام بيعطي ديفوهات اذا كان الجسم ما فيه تناسق. تمام. او طريقه اللبس للون الابيض فرضا من تحت، بس نحن بحكم عم نحكي على الوجه اللي هي مرايه اساسيه بتعكس اللون البشره والقطعه على الوجه. تماما. فعندك فورمه الوجه هي اللي بتلعب الاساس يعني لون العيون مثلا. على فكره هو الفورمه تقاسيم الوجه هي اللي بتلعب، لانه بتلاقي اوقات كثير بنت بيضه وشكل وشها مستطيل او مربع. تمام. بيعطي على البياض كثير حلو. تمام. العدسات هلا صارت بتعكس كمان اجباري يعني، فانت بنت وقت عم تلبس اللون الابيض او درجه البيج وحتى لو كانت بيضة فبيطلع عليها حلو. فكمان اذا لون عينها غامق اللون الفاتح، هلا انا حدا من الناس مثلا عن حالي اللون الابيض بيستغربوا انه بيقولوا لي اكتريتو مصممين او اي حدا اختصاصه ديزاينر بتلاقيه بيقول لك انه ما بيلبق لك الابيض. لا بالعكس وقت بيشوفوه علي بيتفاجئوا انه درجه البياض، فهي فورمه الوش هي اللي اختيار الدرجه صح تماما، وانعكاسها على الوش هي اللي بتعطي هي بتعطي الطله والجماليه. صحيح. بالنسبه للاوتفيت اللي نحن لابسينه. يعني معلومات كثير مهمه اخذناها منك منار، ان شاء الله كل الصبايا يكونوا استفادوا منها وخاصه بفصل الشتاء بارتداء هي الالوان. شكرا كثير.